السلام عليكم. موعد مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب التشيكي في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل المنتخب البرتغالي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق عدد الأهداف المسجلة على المنتخب التشيكي الذي حل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا. وتستقبل البرتغال التشيك في الجولة الثالثة من دور مجموعة الأمم الأوروبية يوم الخميس 9 يونيو 2022 على ملعب خوسيه الفلاضي بلشبونة في حدود الساعة 7:45 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 8:45 مساء بتوقيت مصر، 9:45 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وجميع القنوات الناقلة لهذه المباراة هي على الشكل التالي: